بالظبط الفريز الفيرس. انتوا ممكن تكتبوا معايا، ايه رأيكم؟ ممكن نكتب احسن. طيب الفريز الفيرس دي اللي هي ايه؟ اللي هي فيرب ومعاها حرف جر، فيرب ومعاها بريبوزيشن او ادفيرب. نتكلم عن phrasal verbs النهارده. طيب الايديومز، ايه هي الايديومز؟ عشان تبقوا عارفين الفرق. انا عندي في phrasal verbs عندي verb وحرف جر، الايديومز مجموعه كلمات. الايديومز ايه؟ مجموعه كلمات. الايديومز ايه هي الايديومز؟ مجموعه كلمات. group of words. group of what؟ group of words. group of what? words. طيب ممكن تتكلموا معايا كده تقولوا لي ايه بقى البريبوزيشنز اللي انتوا عارفينها؟ كل الفريز الفيربس اللي جايبها لكم النهارده حاجه في تخصصكم. تخصصكم اسمه ايه؟ لغه. لا خلاص مش عايزين لودي. طيب يبقى كل الفريز الفيرس اللي هناخدها النهارده هي في تخصصكم، مفيش حاجه بره. اوكي معايا؟ جاهزين عشان تكتبوا؟ لان ابيرنتلي كده البروجيكتور مش راضي يشتغل جوه الكمبيوتر. طيب قولوا معايا كده ايه البروجيكشنز اللي انتوا عارفينهم؟ مش and، محدش يقول لي and. two four، يا ريت نكتب، بناخد notes بس. okay two four with، ايه كمان؟ ها؟ along with، ها؟ ايه تاني؟ in، مش دي preposition؟ طيب on، preposition ولا لا؟ طيب at، in، on، at، preposition ولا مش preposition؟ prepositions. يعني ايه prepositions تاني؟ حروف جر. prepositions يعني حروف جر. طيب يبقى انا عندي ال first part اللي هبتدي عشان اعرف اكتب بيه في legal writing اللي هي الصياغه القانونيه بالنسبه لكم، لازم تبقوا عارفين الفعل والحرف الجر اللي جاي بعده. اوكي؟ طيب عندي كلمه اسمها account، عارفين account؟ count. طيب ممكن نقول السبيلنج بتاعه بسرعة كده؟ A double C O U N T. تاني A double C O U N T. طيب عندي ايه؟ عندي account for و count to. count for و account to. ايه الفرق بينهم؟ أو معناهم إيه؟ مش لازم الفرق، معناهم إيه؟ لما تيجي تكتب حاجة وتستخدم account for أو account to، ها؟ طبعًا أنا بقول كلها phrasal verbs خاصة بيكم قانونيًا. معناها يفسر أو يوضح. معناها إيه؟ يبقى count for معناها يفسر او يوضح. explain، مش انتوا عارفين explain؟ طيب ممكن تكتبوها حتى ما ان شاء الله يشتغل. طيب هنبتدي بال phrasal verbs اللي هناخدها. هو في material planted، يعني material، في material بس ان شاء الله على وصول. يعني انتوا الكلام ده هتاخدوه كده كده planted خلاص؟ بس انتوا حاولوا تكتبوا معايا. لما تيجوا تكتبوا في عقد يلتزم بيه، معناها ايه؟ ها؟ committed to، ها؟ ممكن، ايه كمان؟ عندي avoid by، يعني ايه avoid by؟ avoid by يعني ايه؟ ها؟ ملتزم بيه.
وباي. ابايد باي يعني ايه؟ ابايد باي يعني ملتزم بيه. الناس اللي ورا سامعيني كويس؟ مش سامعيني؟ طب كده سامعيني كويس؟ طيب وقلنا اكاونت 2 واكاونت 4. طيب يعني ايه بريك داون؟ بريك داون بالظبط يفصل ايه؟ بالنسبه لكم انتوا يفصل الموضوع لايه؟ بريك داون يعني انا عندي موضوع مناقشه كبير بفصله عشان اسهل المناقشه في انتاج. يعني في داون بنقسم التوبيك، بنقسم التوبيك بريك داون. اكتبوا بريك. طيب اكتبوا بريك ومعها داون. طيب بريك اب لما بستخدمها مع الشركات بتبقى ايه؟ فصل الشركات، تبقى شركة كبيرة وبرضو بنقسمها او بنفصلها. اوكي طيب بريك اوف، انا بقول اوف مش اوف، عارفين ايه الفرق؟ الفرق بين اوف واوف بالظبط. اوف او اف بتتنطق في اوف. تاني اوف او اف بتتنطق في. طيب يوقف او يطفي حاجه اسمها اوف عادي، اسمها اوف عادي. الجزء ده هنا سامعيني كويس؟ طيب لو في حاجة عايزيني عايزها قولولي عادي. ايه الفرق بين اوف واوف؟ ها؟ او اف واحدة، او اف واحدة بتتنطق في اوف. اوف. طيب او دبل اف بتتنطق ايه؟ اوف. spell break b before book يعني r e a k. okay طيب يستدعي حد زي يستدعي محامي او يستدعي شخص للمحكمة. يستدعي ها summon او call n. call n call زي call n i n. سامعين؟ يوقف break off. يوقف هتقابلوها كتير. يبقى
Resort to.
يتفضل صح؟ طيب انا لما قلت كلاين قلت كلاين ولا
الدم لما بيجي بعدها دي بتتنزل او بتنطش. فاربوك كلايم CLIMB. بس دي ما بتتنطش. كلايم هتبقى كلايم ولا كلايم؟ كلايم. لو جالي بعدها تي هو انا بقول داوت ولا داوت؟ داوت. هقول لكم السبيلنج دلوقتي. D O U P T. حاولوا بس الصوت يهدى عشان اعرف افهمكم انا بقول ايه. داوت يعني ايه اصلا؟ شك. داوت يعني ايه؟ شك. يبقى اول حاجه ان الفور جي في الاخر الجي ما بتتنطقش. عندي ان بلس بي في الاخر البي ما بتتنطقش. عندي بي وبعدها تي البي ما بتتنطقش. اوكي؟ طب يعني ايه الرول عندي دلوقتي؟ الرول عندي ايه؟ ال N plus D، ال N plus D. الرول عندي هي ايه؟ ال N plus D، ال N plus D. ال D silent. بقول ساندويتش ولا ساندويتش؟ ساندويتش. بقول هاندسوم ولا هانسوم؟ خد بالك ممكن في حاجات تبقوا عارفينها بس لما تشوفوها في كلمه تنطقوها غلط. لما تشوفوها جوه الكلمه تنطقوها غلط. طيب اشهر حاجه كلكم عارفينها K plus N. عارفينها ولا مش عارفينها؟ K plus N عارفينها؟ زي نايت، زي نور، زي نايت فارس مش بالليل. كلمة نايت أو K دي فارس مش بالليل. أوكي؟ معايا؟ إحنا كتبنا كده هاو ميني روز. هاو ميني روز دو وي هاف؟ ها؟ Four or five? أنا كتبت كام رول دلوقتي؟ Four or five? أنا حاسة إن في ناس مش عاملة لي كده. Five. أوف. Night. K. N I G H T. اوكي 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 اوكي. طيب اللتر E لما بيجي في اخر الكلمة بيتنطق؟ ها؟ لتر E لما بيجي في اخر الكلمة بيتنطق؟ يعني انا بقول هوب ولا هوبي؟ بقول هوب يعني ما بيتنطقش. بقول ايه؟ سايت. ما بيتنطقش. ما بقولش سايتي. بس بيتنطق في هي وشي وي. بيتنطق فين بس؟ بيتنطق فين تاني؟ هي شي اند وي. هي شي اند وات؟ وي. انا محتاجه الجزء ده يصحى شويه. اوكي. طيب ممكن نقول الروز تاني مع بعض؟ طيب
طيب letter A بيتنطق في he و she we بس he و she we لا في الكلمة. How many vowels do we have? How many vowels do we have? لا انتوا صحيح ما تردوش احنا محتاجين نشوف الجزء ده. Thank you.
سوبر. فترة طويلة خلاص، ايه مش هتتنسي. طيب قولي بقى، تفتكر طويلة برضه ولا قصيرة؟ طيب
سامعين كويس يا سرنور؟ يس. هبقى في الحاجات دي بعدين. اطير. طيب يبقى ايه for places بنستخدمها city and country؟ city and يعني اجي اقول I live in Cairo بستخدم ايه؟ we do not use arm، ما بنستخدمش arm ابدا. طيب ايه الفرق بين arm ايه لما تيجي تركب مثلا عربيه وتيجي تركب باص؟ لا لسه هقولها. ها ايه الفرق بين ايه وعم لما تيجي تركب عربيه وتيجي تركب باص؟ هو انت لما تيجي تركب عربيه بتطلع لها، ستاب، يعني تطلع لها شويه كده، تبقى جيت ان، جيت ان يعني يركب العربيه، جيت ان، عارفين جيت؟ جي اي تي، جيت ان. طيب لما تيجوا تطلعوا حاجه عاليه بسلالم، بس طياره، بنقول ايه؟ جيت اون. بنقول ايه؟ جيت اون. يعني ما تقول اي نيد تو جيت اون ذا بلين، عايز اطلع الطياره. ما في، اعتقد ان دي حاجات بتعمل جمل بسيطه بس لازم تبقوا عارفينها كويس. طيب الشوارع بقى بنستخدم معاها ايه؟ ان ولا ار ولا ات؟ ها الشوارع ان ولا ار ولا ات؟ ان. طيب العناوين ات. يبقى الشارع بنستخدم معاه ان ولا ار ولا ات؟ ان. طيب العنوان ات. اوكي. طيب ان بقى بنستخدمها في البليسز تاني ايه؟ ها؟ لما اقول ان ان سكول وان سكول، ايه الفرق؟ ها ايه اللي بنستخدمها لما inside something يعني جوه حاجه مثلا جوه المدرسه نفسها؟ in school يبقى جوه المدرسه. in school معناها ايه؟ in school معناها ايه؟ جوه المدرسه نفسها. طيب at school معناها؟ at school معناها ايه؟ عند المدرسة، عند نقطة، عند المدرسة. يبقى بنستخدم at لما بنشيل لنقطة محددة، بستخدم at لما بشيل لنقطة، لما بشيل لإيه؟ لا أنتوا عدد ما فيش، ما بتردوش. at لما بشيل لإيه؟ نقطة محددة. طيب أنا عندي holiday، يعني إيه holiday؟ إجازة. لو عندي holiday المفروض هقول، يعني مثلا عندي Christmas day بقول Christmas day on ولا at؟ لو عندي Christmas وفيها day هتبقى on ولا at؟ لا هتبقى on، بدل فيها day يبقى on. طب لو قلت Christmas بس at، لو قلت Christmas يعني انا عندي كريسمس داي، اوكي؟ هقول كريسمس داي على بعضها، هقول ان، هقول ان. طيب لو عايز اقول كريسمس بس ات. طيب انا قلت الشهور بنستخدم معاها ايه؟ الشهور بنستخدم معاها ايه؟ ان. طيب لو انا قلت 15th of April يعني 15 ابريل، هحط ايه ولا ام؟ يعني تاريخ. التاريخ بنحط معاه ايه؟ ام. التاريخ بنحط معاه ايه؟ ام. ده اللي احنا لسه واخدينه، ده فيديو عن ايه؟ silent letters.
When you pronounce those letters and when you don't pronounce those letters. I'm going to teach you a few simple rules to help you pronounce English words correctly. Don't forget to turn on the subtitles with that. The button is just down there so you can follow it. There are a lot of English words that have silent letters. And there are lots of silent letters in English. About 50% of all English words have a sound. No wonder. Okay, let's start off with the letter A. Now, the letter A can be silent, especially in words that end in A. What are the first letters? A. Yes. A and Y. Like E. Romance. Okay. هي بتقول ايه؟ romantically musically logically الاي منطوقة أو مش منطوقة؟ no يعني يبقى عندي double L why A is not pronounced مش منطوقة musically so I'm not pronouncing romantically طبعا هي بتقول ان ده نطق غلط. Okay, it's what? Romantically or romantically? Romantically. Logically? Logically. Logically. Now there's a rule to remember about the letter P. It always starts when it follows. The letter N. Climb. Come. Land. Bum. Dumb. And mama. If I wanted the rule again, in here again the rule. يبقى مفيش حد يقول climb مفيش حد يقول thumb مفيش حد يقول crumb okay done all of that Try it one more time. Wednesday.
very fast in front of the TV, like I'm doing now. Edge. Knowledge. Reach. So in these examples, the T and the G combined together produce the G. Okay, so the letter E can also be silent at the end of a word. I'm pretty sure you know this one already. Like the example, clue, bed, head. At the end, clue. Of the vowel sound of words. Let's just use the example. Hot. Cold. Sick. The rest of this awesome and lovely sound vowels that will come loose for your home. Side. Side. Hip. يعني في لما جت في الاخر انا ما بقراش بس خلصت في الزاويه سلايد هايد فاي Okay. We're done today.